مرحبا مواليد برج القوس، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022؟ هذا الشهر هو شهر متقلب، شهر دقيق، شهر حذر، بدكم تمشوا فيه على البكلي. انا بمرقكم بين الايام والايام لحتى اقطعكم للضفه، بتطلعوا بطلعكم من النهر وبقطعكم وصلكم على الضفه شط الامان لما الشمس بتوصل لبرجكم. انتو لازم تعرفوا تحديدا ايمتى بتوصل الشمس لبرجكم، هي بتوصل الساعه 10 وثلث صباح التاريخ 22 22 نوفمبر الساعة 10 وثلث صباحا توقيت بيروت الشتوي، رجعنا يعني 8 وثلث صباحا توقيت العالمي الشمس توصل لبرجكم، وهون تنقلب الظروف رأسا على عقب. فخلونا نحكي كيف بده يكون شهر نوفمبر تشرين الثاني. شهر نوفمبر تشرين الثاني مقسوم إلى قسمين واضحين تماما مثل الزيت والمي، مثل كباية المي واللي فيها زيت، الزيت بفوش واضح تماما معالمه لوين بيوصل، والمي واضح تماما مكانه. الجزء الأول هو من تاريخ واحد للحظة وصول الشمس لبرجكم. هذا الجزء هو جزء بطيء بطيء بطيء، احيانا خلاله رح احكي معكم العربي المشبرح. انتم معنيين بين كل الابراج بشهر تشرين الثاني، انتم المعنيين اكثر شيء بهذا الانتقال او بهذا الشهر. فترة وجود الشمس في برج العقرب هي فترة هدوء وركود، واحيانا بيكون في تراجع بالامور الانسان ضعيف فيها. إذا أنتم تعبانين صحيا تحسوا حالكم تعبانين، إذا في عندكم حدا بالعيلة عم بيعذبكم تحسوا حالكم عم تعذبوا أكثر، إذا حاسين حالكم خمولين ومنكم ملاحقين بشغلكم رح بتشوفوا إنه شهر تشرين الثاني نوفمبر عم تتأخروا أكثر وأكثر وبتتعبوا أكثر. المتطلبات خلال الجزء الأول متطلبات كبيرة، شو فينا نعمل؟ في حل، كل شيء له حل. لأنه نحن عم نحكي بإطار الزمن، الوقت. الحل اول شيء بدنا نطول بالنا، ثاني شيء ما بدنا نعمل مشاكل، لانه فتره وجود الشمس في برج العقرب هي فتره فارغه كليا 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 من الحظ ومن مين ينتشلنا. يعني احيانا بنحس حالنا، بتعرفوا اوقات الواحد بيوقع بصير عنده مشكل ما حدا بيطلع فيه، احيانا اخرى الكل بيركض بيقولوا اوف وين كنتوا اللي كنت بدي اياكم. اوكي، فهيدي الفترة هي فترة دقيقة بتطلب من مواليد برج القوس يكونوا واعيين لحتى ما يصير في مشاكل. لما بيكون عندكم شيء كتير كتير مهم تعملوه بتروحوا على الأيام الأكثر حظا، على الأيام الأكثر حظا اللي أنا بذكرها، وخلال هذه الفترة ضروري جدا تبعدوا كليا عن الأيام الأقل حظا، لأن قليلة الحظ فعلا فعلا. المشكل بيكون مشكل صغير بتشوفوه إنه تضخم، بصيروا لكم يا عم طولوا بالكم ما فيها شيء القصة، لكن أنتم مضخمينها. نوعية الوقت عندكم غير عن غيركم، غير عن غيركم، كل واحد عنده نوعية وقت مختلفة عن الآخر. إذن بدنا نعرف نتحرك ضمن الأيام الأكثر حظاً ونتجنب كلياً أنتم بهيدا الشهر الأيام القليلة الحظ، خاصة بالجزء الأول من شهر نوفمبر. أوكي، ورح أذكرهم. عندنا الشمس وعطارد، هول مهمين أساسيين موجودين في البيت رقم 12، يعني التواصل، الدرس، العلم، الامتحانات، الشغل، المود، المزاج، الحيوية، العمل، النتائج اللي بدكم تاخذوها كلها أكترها بتحسوه وبتشوفوا بتلمسوا إنه ما في شيء عم بيمشي، كله هدوء، ما حدا عم يدق لكم، بتبعتوا إيميلين ما حدا قاريكم، بتعملوا أحلى بروجكت ما حدا بيقول لكم برافو، حتى شخص غيركم يمكن ياخذ الكريدت المكافأة. شو عم بيصير؟ فترة شوي مخيبة للأمل. حجوزاتكم ما بتلاقوا الحجز، بتروحوا على مطاعم ما بتاخدوا اللي بدكن ياه، بتسافروا بتلاقوا محلكم طلع بالطيارة أول شي ما بتلاقوا الحجز بدكن ياه، بتلاقوا في 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 التباس. بدكن تجربوا تساعدوا حالكم لكن بلطافة، يلي بيعمل مشكل ما رح ياخد حل، يلي بيكون بلطافة بيحاول يحلحل مشاكله بتزبط. بتروحوا بأيام أكثر حظا، مثلا بما أنه هذه الفترة ضعيفة وعندكم سفر جربوا تحجزوا بفترة فيها حظ، يوم من الأيام الأكثر حظا، أو
تسألوا شخص رايح معكم، هو يحجز لكم، هو يهتم بالمسألة، بتقعدوا انتوا على جنب، هن بيحكوا بكل شيء. وبدكم تدققوا، انا عبعتي مثل السفر، بتدققوا بتتأكدوا الجسدين، الباسبور، المصاري، الكريدت كاردز، ديبت كاردز، كل شيء بدكم اياه، الادويه، بتتاكدوا انه كل شيء معكم، من كل شيء. المهم بتاريخ 8 في عنا خسوف للقمر في برج الثور. بالنسبه لكم هو البيت السادس، بيت الصحه وبيت الشغل. مش بس بيكتر عليكم الضغط، كمان هالخسوف بيقولكم انتبهوا للنتيجة. الشغل بتحطوه، العمل بتحطوه، يمكن يكون في مشاكل، يمكن يكون في التباسات، او انتم ما نكون متأكدين وانتم مطمنين بالكم، حاطين ايديكم مي باردة انه شغلكم نظيف، فكونوا حذرين. الحلو انه بمنتصف الشهر 16 17 18 الزهرة وعطارد بينتقلوا لبرج القوس اللي هو برجكم، لحتى يبلش يخفف عنكم الضغوط. ب 22 صباحا الشمس توصل لبرجكم، ب 23 في عنا قمر جديد ببرجكم، مره واحده بيصير بالسنه. صار في عنا باقه من التاثيرات الحلوه يلي تبدا شوي بين 16 و 18 وبتولع تولع ب 22 نوفمبر، لحتى تصير الاجواء 180 درجه مختلفه عن السابقه اللي سبقتها. تتشوفوا انه احيانا طبعا بيقولوا انه طولوا بالكم لانه ما بتحرز، الدنيا دولاب، مزبوط الدنيا دولاب، هي الفلك عم بيبرم بشكل دائري. فشوفوا انه الجو مختلف كليا 180 درجه، الجزء الاول والجزء الثاني. الجزء الثاني الشمس ببرجكم، الزهره ببرجكم، عطارد ببرجكم، قمر جديد ببرجكم، صفحه جديده، عنوان جديد لحياه جديده، لسنه جديده ميلاديه عندكم او سنويه حتى. كل شيء بيقلب فوقاني تحتاني، ورح بتكون هيدي السنة خاصة لمواليد شهر نوفمبر رح بتكون سنة عاجقة، فيها عجقة كتير وفيها تحركات كتيرة، ورح بيكون في نوع من تدبير إضافي لأنه في عنا تأثيرات القمر الجديد من برجكم، وكأنه فعلا في تغيير جذري عم بيصير. أعتبر إذن الجزء الثاني أروع بكتير من الجزء الأول. خلونا نروح للأيام الأكثر حظا. الأيام الأكثر حظا تاريخ 5، تاريخ 6، تاريخ 14 ابتداء منتصف النهار توقيت العالمي 15-16، تاريخ 23 المساء 24-25. بالنسبة للأيام الأقل حظا تاريخ 3-4، تاريخ 9 ابتداء من الساعة 2 الظهر توقيت العالمي، تاريخ 10-11، تاريخ 17-18-19 حتى الساعة 1 صباحا توقيت العالمي. في عنا تاريخ انتبهوا منه 21 المساء، 22 و23، وتاريخ 30. خلونا نشوف المواليد. بالنسبة للمواليد الأكثر حظا هي مواليد نوفمبر ومواليد 1-10 ديسمبر، هيدا بسبب تأثيرات الزهرة وتأثيرات عطارد ابتداء من منتصف شهر نوفمبر. بدي اتمنى لكم شهر حلو، تابعوني مع خاصة الايام الاكثر حظا والاقل حظا، وبالايام بالابراج اليومية والاسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي. مرحبا مواليد برج الجدي، كيف بده يكون شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022؟ هذا شهر انا بعتبره شهر كتير حلو، لكن مقسوم الى قسمين مختلفين كليا. القسم الاول منه هو القسم الفعال، هو القسم الممتاز، هو القسم الاقوى والانفع، يمتد من تاريخ 1 حتى تاريخ 22 الساعة 10:30 صباحا توقيت بيروت الشتوي. هيدا الجزء جزء فعال، جزء مكافئ، جزء مدعم، جزء بيحمل مفاجآت سارة لإلكن، جزء بيعطيكن ما بياخد منكن. الشمس، الزهرة، عطارد، أيضا تأثيرات كوكب أورانيوس عم بتساعدكن بشكل كتير 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 كبير وكتير قوي، يعني تقريبا في باقة من التأثيرات الممتازة عندكن. بدنا نضيف لإلها إنه بتاريخ 8 في عنا فول مون، قمر مكتمل في برج الثور الترابي، لكن في خسوف ايضا، يعني
المعني في هذا الخسوف بشكل خاص هو مولود شهر، هو مولود برج الثور. انتم مش معنيين فيه، ما خصكم فيه. مواليد برج الثور بتلك المواليد بعيد ميلادها هي اللي اكثر شيء معقوله تتاثر في هذا الخسوف. انتم يمكن يعطيكم طاقه كثير ايجابيه لانه برج ترابي برج الثور، فرح بتلاحظوا انه بتاريخ 7 8 9 رح بيكون في عندكم طاقات كثير كبيره كثير كثير مهمه. هلا الجو العام بيقول انه هالمجموعه الكواكب خاصه الشمس وعطارد والزهره الموجودين بالبيت 11 اللي هو بيت الدعم لكم، رح بتتفاجئوا انه الامور عم تتسهل عم تتيسر خاصة بالأيام الأكثر حظا. لذلك ما تخلوا شيء بعينكم، بمعنى إذا أصلا إذا عندكم شيء بدكم تشتغلوه نصيحة اشتغلوه، وإذا شيء بروجكت كتير مهم، إذا سفر كتير مهم، إذا عملية تجارية أو أي مسألة مهمة بدكم تشتغلوها اشتغلوها بالجزء الأول وفي يوم من الأيام الأكثر حظا. ليه؟ لأنه الجزء الثاني والذي يبدأ صباح 22 الشمس بتكون صارت موجودة ببرج القوس، وبتكونوا دخلتوا في الجزء يلي هو جزء فارغ من الحيوية، فارغ من النشاط، فارغ من الإنجازات، وفارغ من الحظوظ. لحسن الحظ الزهرة بيكون سبقه بتاريخ 16 بيكون صار موجود ببرج القوس وعطارد لاحقه بعدين، ففي احتمال يكون في شوية مساعدة لألكن، احتمال يكون في شوية مساعدة لألكن، لكن لا بأس بذلك. It's okay. في يوم من الأيام الأكثر حظا تقدروا تستفيدوا. بدنا نضيف لألهم أنه في عنا قمر جديد بتاريخ 23 في برج القوس. شو معناتها؟ الجزء الثاني من تاريخ 22 حتى آخر هذا الشهر هو فترة زمنية، عبارة عن فترة زمنية بطيئة تبطأ فيها، تبطأ لأنه الفلك ببطئها، توقف عنكم تقريبا كل المعاملات، كل شيء بيهدى، البيع بخف مثلا إلا إذا سرعتوه بشكل كتير كبير، النتائج بتخف، الهمة بتخف، الصحة التعبان بحس حاله تعبان أكتر، بتتأجل الأمور، بتتعرق الأمور، بصير في طبعا مش بالضرورة لكن نوعية الوقت هيك، يلي مسافر يلي عنده شيء مهم بده يأكد عليها. فترة متقلبة، القمر الجديد في برج القوس بقلكن بتاريخ 23 بكن تنتبهوا لحالكن ترجعوا لجوا، الأمور بتهدى قصدا لحتى تقلكن نوعية الوقت هي لتهدوا ولترتاحوا، لأنه الجزء الأول رح بيكون جزء سريع جدا، سريع جدا جدا. روحوا للأيام الأكثر حظا خاصة في الجزء الثاني، لأنه الجزء الثاني جزء قد يكون يمكن يحمل شيء سوربرايز مش على ذوقكم، فإذا عندكم شيء كتير مهم بالجزء الثاني اختاروا يوم كثير الحظ. خلونا نشوف الأيام الأكثر حظا لمواليد برج الجدي. عندنا تاريخ 7 8 9 حتى الساعة 2 الظهر توقيت العالمي، عندنا تاريخ 17 18 19 حتى الساعة 1 عفوا الساعة 11 التوقيت العالمي، عندنا تاريخ 26 و27 القمر ببرجكم. بنروح للايام الاقل حظا، بنروح لتاريخ 5 6 تاريخ 12 13 14 حتى الساعة 1 الظهر توقيت العالمي، عندنا تاريخ 19 ابتداء من الساعة 11 الظهر توقيت العالمي، 20 و21 فترة فارغة كليا من الحظوظ تاريخ 23 المساء 24 و25. بلوتو يؤثر على مواليد 16 17 و18 كانون الثاني يناير، هيدي المواليد بدها تنتبه. ليه؟ لانه كوكب بلوتو عم يتقدم، بقلكم انتبهوا كونوا حذرين، الضغوط عندكم بتبين ما تتركوها، اذا صار خطا دغري صلحوا، تابعوا حالكم تابعوا شغلكم. المزيد من التفاصيل بأبراجي اليومية والأبراج الأسبوعية. إلى اللقاء، باي باي. مرحبا مواليد برج الدلو، كيف بده يكون شهر نوفمبر تشرين الثاني؟ شو في عنا في هذا الشهر؟ هو شهر بالنسبة لكم شهر كتير مهم. صحيح الشمس موجودة في برج العقرب يلي هو البيت العاشر بالنسبة لكم، لكنه موقع كتير كتير مهم، موقع كتير دقيق، موقع بيطلب من مواليد برج الدلو تكون واضحة بشغلها بعملها، تكتيكيا كل شيء مرتب كل شيء حاضر لحتى أمورها تمشي مثل الساعة.
نوعية الوقت بالجزء الأول اللي هو من تاريخ 1 حتى الساعة 10 وثلث صباح تاريخ 22، نوعية الوقت دقيقة مهمة، يلي محضر حاله بتشقله، يلي منه محضر حاله بتبهدله. هيك نوعية الوقت في شهر تشرين الثاني نوفمبر. في مربع، لكن هذا المربع غير المربع لما بيكون في الشمس في برج الثور. إذا في عنا أيضا في هذا الشهر لألكن في مثلث من كوكب المريخ. المريخ بيعطي طاقة، لأن مثلث بيعطيكم قوة، بيعطيكم شجاعة، لكن ما بدنا الشجاعة تكون تهور، فكونوا منتبهين بالأيام الأقل حظاً. إذا الجزء الأول جزء متعب، متطلب، واجبات، بدكم تكونوا بروفيشنال، بدكم تكونوا بزنس مانية، بدكم تكونوا مرتبين، حاضرين لشغلكم، لمدرستكم، جامعتكم، كل شيء عندكم إياه، حتى اجتماعياً، رجال الأعمال، رجال الاجتماعيين، الستات، كل شيء كل شيء، حتى بالبيت، كل شيء مع الأولاد، مع العائلة، مع الأهل. جو متقلب، كل شيء تقريباً بتعملوه بيكون تحت الأضواء. يلي بيعمل منيح ببين، يلي بيعمل وحش كمان عمله ببين، فبكون تختاروا الايام الاكثر حظا. عندنا بتاريخ 8 القمر موجود ببرج الثور، قمر مكتمل برج الثور وفي خسوف بالبيت الرابع، فبكون تكونوا منتبهين لعائلتكم، لبيتكم، لمزاجكم، بكون تنتبهوا، لانه يلي بيهمل اهمال أي مسألة يمكن تترك نتائج صعبة، يمكن حدا يتذمر، حدا من أهلكم، حدا من أولادكم، يمكن حدا من الجيران، أو إذا أهملتوا عطل بالبيت يمكن بصير عندكم مشكل. في لأنه خسوف بدكم تنتبهوا، المزاجية أيضا، المزاجية أيضا. الحلو إنه بالجزء الثاني الشمس، عطارد، والزهرة رح بيكونوا موجودين في البيت 11، بيت الدعم والتقدم، بالإضافة لقمر جديد في برج القوس. يعني وكأنه تغيرت الأحوال كلها من في البيت، عفوا في البيت بالنسبة لكم في البيت 11 اللي هو بيت الدعم، وكأنه يمكن يكون مش شخص، يمكن يكون حدا من أصدقائه، يمكن يكون جمعية أو مؤسسة أو تعاطف كبير معكم، كولكتيف، جماعي. ففي احتمال انه تكونوا مدعومين، تكونوا تحسوا بهالدعم، تحسوا بالنجاح، تحسوا بالارتياح. القمر الجديد بتاريخ 23 بيفسح في المجال لتتعرفوا على جهة جديدة، او يكون في تواصل مع جهة جديدة بتساعدكم، تدعمكم، بتفسر لكم، توقف لجانبكم، يمكن يكون محامي، يمكن يكون جمعية NGO، يمكن جمعية بتدافع عنكم، فبتكون تكونوا واعيين لهذه النقطة. انا اعتبر بصراحة الجزء الثاني هو جزء ايجابي جدا، كتير حلو، بدكم تستفيدوا منه. معكم من 22 نوفمبر، معكم تقريبا 4 أسابيع لحتى تخلصوا سنة 22، فترة دعم وفترة نجاح. القمر الجديد بقلكم دوروا في مجال انه يطلع لكم مين يوقف لجانبكم يساعدكم بحل، او يوقف لجانبكم فعلا جسديا. أسبوع متقلب صحيح، لكنه أسبوع مهم ما بينترك لحاله. بدكم تحضروا أعمالكم قبل بوقت. أنتوا هلأ عم تسمعوا، عم تعرفوا الأيام، عم تعرفوا نوعية الوقت، فبتعرفوا تختاروا، بتعرفوا شو ناطركم. الأيام الأكثر حظاً تاريخ 1 و2 القمر ببرجكم. عندكم تاريخ 9 ابتداء من الساعة 2 بعد ظهر توقيت العالمي، تاريخ 10-11، تاريخ 19 ابتداء من الساعة 11 الظهر توقيت العالمي، تاريخ 20-21، تاريخ 28 و29، هني أجمل يومين. بالنسبة للأيام الأقل حظا فيها يكون تاريخ 7-8-9 حتى الساعة 2 الظهر توقيت العالمي، فترة صعبة، تاريخ 14 ابتداء من الساعة 1 الظهر توقيت عالمي، 15-16، فترة متعبة تاريخ 21 المساء، 22 و23، وفترة فارغة كليا من الحظوظ تاريخ 26 و27. خلونا نشوف المواليد مين حطينا.
اوكي اكيد حطينا يلي واقعين تحت اثيرات كوكب زحل 7 8 9 و10 شباط فبراير. رجاء كونوا حذرين، كوكب زحل يتقدم بسرعه بسرعه بسرعه، انتبهوا على شغلكم على صحتكم، انتبهوا على اعمالكم. كوكب زحل احيانا بخربط الامور بشكل كتير كبير كتير كبير، ما تتركوا شغلكم اذا منكن ضامنين شغل اخر، ما تطلقوا، ما تعملوا مشكل، ما تتركوا، ما تغيروا شيء، اتركوا كوكب زحل يقطع عنكم بعدين اخذوا القرار. انتبهوا لصحتكم ايضا. بدي اتمنى لكم شهر حلو، تابعوني مع الابراج اليوميه والاسبوعيه للمزيد من التفاصيل. باي باي. مرحبا مواليد برج الحوت، كيف بده يكون شهر نوفمبر تشرين الثاني؟ شوفي عنا بشهر نوفمبر تشرين الثاني 2022، هو شهر رائع، شهر كتير حلو، شهر مقوي لإلكم، شهر ممتاز من أوله لآخره، لكن أنا طبعا أميز هذا الشهر بجزئيه. الجزء الأول من تاريخ 1 للساعة للتاريخ 22 صباحا الساعة 10:30 صباحا توقيت بيروت، هذه الفترة رائعة رائعة رائعة. السبب الأول لروعتها لأنه الشمس موجودة ببرج العقرب. ثاني شيء الزهرة وعطارد أيضا، عنا اكتمال للقمر في برج الثور الصديق لإلكن، عنا أورانيوس داعمكن، عنا بلوتو داعمكن أيضا، بس في عنا كوكب واحد هو نبتون يلي زعجكن صار له فترة لكن مواليد قليلة. هيدا الجزء جزء لا يفوت لا يفوت، ويمكن يكون أفضل فترة من هلأ لآخر السنة. إذا خلال هذا الجزء رحتوا ليوم من الأيام الأكثر حظا بيكون نجاحكم نسبة نجاحكم عالية جدا جدا جدا، وإذا رحتوا ليوم قليل الحظ بتخف نسبة نجاحكم، فيكم تنجحوا لكن مع تعب. أوكي، في أيام فارغة من الحظوظ كليا ورح أذكرها بعدين بتبعدوا عنا. بتاريخ 8 في عنا اكتمال للقمر ببرج الثور يلي هو بالنسبة لكم البيت الثالث، البيت الثالث يعني في احتمال يكون في عندكم سفرة، يكون في عندكم تغيير أو خبر، أو يكون في نوع من زيارة طارئة أو تعاطي مع أحد الأخوة أو الزملاء يلي صار لكم زمان أو ما لكم علاقة فيه. وجود هالقمر المكتمل البيت الثالث احيانا يعني تغيير، عم بتغيروا عم بتغيروا عم بتغيروا بالمعطيات بالمعلومات بمكان الشغل المكتب مكان الدرس الجامعه، حتى يمكن تغيروا مسار الشغل، عم تدرسوا عم تشتغلوا على بروجي معين بشيلوكم بتروحوا على شغل تاني، او يمكن عم تدرسوا شيء بتغيروا درسكم بالجامعه، يمكن تكون فتره امتحانات، يمكن تشتروا موبايل، يمكن تشتروا سياره لابتوب حسب عمركم طبعا. ويمكن يكون له علاقه باحد الاخوه، يمكن هالقمر المكتمل وخسوف القمر في البيت الثالث له علاقه باحد الاخوه، احيانا احد الاقارب، فيكون ولاد عام شيء من هذا القبيل او طلع اعلاميه ما بتعرفوا. اوكي، الزهره فينوس وعطارد طبعا والشمس في البيت التاسع بيفتحوا باب سفر، باب انفراج، باب تقدم هائل، وباب حظ، وبالايام الاكثر حظا قول هدي. فترة رائعة رائعة رائعة، طبعا انتو بتستاهلوها. العمل المهم خلوه لأحد الأيام الأكثر حظا خلال هالفترة، لأنه فعلا تستحق جهودكم انه تاخدوا المكافأة يلي بانتظاركم. حوالي منتصف الشهر كوكب الزهرة بيروح لأبرج القوس، الشمس بتلتقي فيه بعدين عطاره بالحق بعد يومين، بيرجع الشمس بتلحقهم بتاريخ 22، بيلحقهم قمر جديد ببرج القوس ايضا بتاريخ 23. مجموعة هالكواكب وهالظروف في برج القوس البيت العاشر تشير انه الجزء الثاني رح يكون جزء ولعان، جزء كتير مهم، فترة زمنية كتير مهم، لا تقبل الفوضى، لا تقبل الاهمال، لا تقبل الاستخفاف. التأثيرات مهمة جدا، شغلكم منيح ببين وشغلكم عاطل ببين، فما تشوهوا سمعتكم. بعض مواليد برج الحوت بحسوا
في بعض الأحيان، تحديدا في الأيام الأقل حظا، بحسوا بتعب، بحسوا بقلق، بحسوا بمسؤوليات، برهبة. معكم حق طبعا، أنتم أشخاص حساسين، لكن هيدي الفترة هي فترة نجاح، كمان فترة نجاح هائل، شهرة، يعني شهرة، مثل اللي صار له فترة عم يدرس بيروح امتحان راس السنة، امتحان نهاية السنة الدراسية وبيتخرج مثلا، او مثل اللي عنده بروجكت يلي عم بيحضر، تنقول مثلا عمل 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 عم يشتغل فيه، بعدين بيقدمه وبيطرحه، اللي عم يشتغل على مسرحية بيطلع بيقدم مسرحيته، اللي عم يشتغل صار له على غنية او عم بيحضر مثلا لكونسرت، بصير وقت الكونسرت بيطلع وبيطل. في رهبة، بأول شيء رهبة، بعدين بتكون الشهرة ناطرتكم يلي عم يشتغل مزبوط. فما تخافوا من شيء، أنا بعتبر هذا الشهر كتير مهم ومن الأشهر الرائعة جدا. خلونا نروح للأيام الأكثر حظا لتستفيدوا منها. شوفوا هاليوم الرائع، في عندي تاريخ 2 فقط ابتداء من الساعة 7 المساء التوقيت العالمي، ببلش الحظ كل تاريخ 3 وكل تاريخ 4. هذا القمر ببرجكم من اكثر الاوقات اهميه، وبتوقعوا خلاله اخبار ساره جدا جدا وتغييرات كبيره. تاريخ 12 ممتاز، 13 ممتاز، 14 ممتاز، حتى الساعه 1 الظهر توقيت العالمي. عندكم تاريخ ممتاز اخر هو تاريخ 21 اخر المساء، 22 و23، ويوم رائع جدا 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 هو تاريخ 30 لانه القمر ببرجكم. منروح للأيام الأقل حظا، تاريخ 1 وتاريخ 2، تاريخ 9 ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر توقيت العالمي، 10-11 عندكم تاريخ 17-18-19 حتى الساعة 1 صباح، 1 عفوا 11 الصبح توقيت العالمي. عندكم فترة متقلبة 24-25، فترة فارغة كلية من الحظوظ، كونوا حذرين خلالها 28 و29. طبعا كنت ترجعوا تسمعوا الفيديو لتاخدوا فكرة أوضح، ولحتى ما تنسوا المواليد يلي عندها تأثيرات شوي ضاغطة من نبتون 12-13-14 أدار مارس، كونوا حذرين. بدي أتمنى لكم شهر حلو، نلتقي مع الأبراج اليومية والشهرية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.